في الذكرى 70 لنكبة الشعب الفلسطيني انطلقت مسيرة مركزية وسط مدينة بيت لحم باتجاه المدخل الشمالي للمدينة، وشارك في المسيرة مئات الفلسطينيين عبروا عن غضبهم إزاء الانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال وطالبوا بعودة اللاجئين إلى أرضهم. الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، ونحن نصدق وعد الله ولو كانت الظروف المواتية في العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي غير مواتية، لكن وجود الشعب في الشوارع في مثل هذه الأيام هو نبض حيوي يؤكد أننا متمسكون بثوابتنا وأننا عائدون بإذن الله، وكل يوم العودة بتصير أقرب من اليوم الذي قبل. التذكير لكل العالم أنه إحنا إلنا 70 سنة تحت الاحتلال الصهيوني، بنعاني من هذا الاحتلال بكفة وشتى أنواع الظلم والاستعباد. هذه مسيرة للتعبير عن كمية الظلم اللي إحنا بنتعرض له وكمية الكبت اللي إحنا بنعيشها في خلال هذه 70 عام، وأنه أمنيتنا إن إحنا نرجع على أراضينا، وهي حق من حقوق حق اختيار مكان العيش ومكان وين أنا بدي أنشأ وين من أنا بدي أعيش. واستخدم جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام لتفريق المتظاهرين، على الرغم أن المظاهرة سلمية، كما اعتلى الجنود أسطح منازل المواطنين الفلسطينيين. هذا الاحتلال سادي وصولي، هذا الاحتلال ليس لديه الحد الأدنى من الإنسانية، المسيرة بالفعل سلمية بالكامل، ومع ذلك قام هذا الاحتلال بقمع هذه المسيرة بطريقة وحشية، وهذا لن يثنينا عن التظاهر مرة أخرى وأخرى وأخرى، وسنبقى نرفع الصوت عاليا ضد هذا الاحتلال إلى أن نتخلص من براثن هذا الاحتلال وإلى الأبد بإذن الله. واندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطيني أسفرت عن إصابات بالاختناق. وسط صمت عربي وتخاذل دولي، لا يزال الفلسطينيون يطالبون بحقهم في العودة ويرفضون قرار ترامب القاضي بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار من على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحمة، فلسطين المحتلة.